مشاهدي ام تي في مرحبا بكم في بيروت اليوم، حيث يسرني ان استضيف النائب في تكتل التغيير والاصلاح الدكتور سليم سلهب، ومعه سوف نتطرق الى الملفات الاتيه. ساعات قليله وسيتقرر مصير حكومه سلام، فهل مفاجاه تشكيل الحكومه ستنسحب ايضا على التوافق على البيان؟ بعد مصالحة ومصارحة عون الحريري، هل أقنع الأول الثاني بدعمه لرئاسة الجمهورية؟ من سيسقط في عام سوريا الرابع؟ الأسد، المعارضة أم المجتمع الدولي؟ دكتور أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شو بتتوقع اليوم من جلسة الساعة 6؟ حيث يقال الرئيس تمام سلام سوف يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، بالتحديد لجهة البت بقضية البيان الوزاري. صحيح، وأوحى للإعلام حسب مصادره وحسب حلفائه وأنه ممكن إذا ما قدر وصل نتيجة بالبيان الوزاري بده يستير الملح بينطر للتنين. أنا بعتقد أنه اليوم في جلسة مجلس وزراء نعم، هالجلسة هيدي رح بتكون كمان لتمرير الوقت، وما بعتقد اليوم رح بينبت سلبا أو إيجابا قصة البيان الوزاري. ليش؟ بعتقد أنا لو كان بده ينبت كان لازم ينبت بأول يومين، هلا نتيجة رح بينبت بس رح بينبت باخر تكه تيقولوا كل واحد قديش حافظ على المبادئ تبعه. اذا لاحظت رديت الفعل من بعد تاليف الوزاره، طلعت الوزاره كلهم زعلانين ما حدا راضي. بقى هلا اني على القليل البيان الوزاري يرجع يظهر الوجه الحلو انه انا بعدني واقف على مبادئي، ما رحت على الوزاره كوزاره. في حفلة تجميلية بدهم يلعبوها كل الفئات السياسية، وبعتقد ما عندهم خيار غير انه يرجعوا يتفقوا على البيان الوزاري. يعني الجديد في المواقف هو موقف تكتل التغيير والاصلاح يلي رح ارجع اسألك عنه بعد شوي، يلي نحى فجأة نحو الاعتدال والوسطية، هلأ متناقش فيه، ولكن السؤال ماذا يريد كل طرف من خلال تسجيل موقفه؟ نحن قاعدين بمنطقة في عندها نظام داخلي وبلبنان متعارف عليه، يعني بس مش ولا إذا مش مكتوب إذا مش لا متعارف عليه أكيد. وهالنظام الداخلي مطلوب منك إنه شو ما بدك تعمل بالسياسة بغير السياسة ضلك ضمن النظام الداخلي. النظام الداخلي من أولوياته هي حالة الاستقرار، في كلمة اسمها استقرار. وين بالاستقرار بالمنطقة؟ لا لا عم نحكي نحن بلبنان. بلبنان نحن حاطين حوافز، حاطين ضوابط، حاطين مثل الرينج، يعني انه ما تشطوا عن هون ما تشطوا هون. في حال في كلمة استقرار بترجع دائما، لازم يكون في استقرار سياسي. هالاستقرار السياسي بيتوجب انه يصير في حكومة، رح بيصير في حكومة. شو بتفكر شو ما بتفكر ما فيك تشط عن هالشغلة. استقرار الأمني إذا لاحظت صار مدي عم كأنه الأمن ممسوك، ولو أنه من وقت لوقت بعده فالت، بس أعطونا الفكرة أنه لا والله ممسوك القصة. عم نكتشف حتى متفجرات، يما سيارات مفخخة قبل ما تنفجر، عم نكتشف مخططات قبل ما تصير، يعني عم نعمل شيء وقائي مهم كتير. وإذا وآخر شيء في عندك الاستقرار المالي، إذا ملاحظ كمان إنه المال ما حدا عم بيحكي فيه، ما حدا عطلان هم إنه الليرة تطلع تنزل، الحالة مش منيحة بس الليرة ثابتة. هيدا الموضوع لازم تعرف إنه ما لازم تشط عليه. كل شيء ممكن تعمله لازم يكون ضمن هال القصة هيدي شروط اللعبة. من هيك أنا بقول بما أنه شروط اللعبة بتستوجب الاستقرار بلبنان مشان تمن خربت لعبة داخلية أو خارجية، رح بصير في بيان وزاري نعم،
بس درنا نحن نأخر نشير بين الوزارة. حرجت أنا أنه تنزل هالجملة، حرجت أنا مش عن مبدأ أنه زيد هالكلمة، بس بالنتيجة رح بيصير في بيان وزاري. نعم، استعتبر أنه أو ما بتشوف أنه في طرف سجل أكثر من طرف تاني إذا بدك نقاط بعملية تجاذب المفاهيم والمصطلحات؟ أنا بعتقد صار في إكليبر، صار في توازن. بالأول ما كان في توازن، يعني ما في شك أنه لازم يحس حاله طيار المستقبل أنه رجع قرب، أخذ قسم من اللي ما كان عنده إياه باللعبة وعملوا توازن بين جميع الفئات. أكيد المستقبل كان بده أكثر، نحن كان بدنا أكثر، حزب الله أكثر، أمل أكثر، بس صار في توازن. هيدا المطلوب، هالتوازن هيدا هو المطلوب. ما بعرف كيف أنا ممكن خربت هالتوازن، ماني شايف حدا عنده مصلحة يقدر يخربطها. يعني إذا رجعنا لموقف الوزير نهاد المشنوق بارح باجتماع وزراء الداخلية، حيث حكي عن أنه صار في شرخ معين حول موضوع سلاح حزب الله، ما بتعتقد أنه تكرس مفهوم الإشكالية هذا السلاح ضمن المعادلة السياسية بلبنان بعد ما كانت تنال شبه إجماع بالمراحل السابقة؟ ممكن. وهيدا أمر نهائي. شوف، إذا بدك نحكي عن الموضوع، هيدا الموضوع ما بينبت هيك، رح بينبت بس مش هيك، بوقته بآلية معينة. عم تحكي التسوية النهائية ولا هلأ؟ لا، عم بحكي عن موضوع أنه سلاح وزاري. حزب الله سلاح ولا السلاح في البيان؟ أنا البيان ما حابب أحكي عنه، لا حب يخلص كيف ما لا حب يخلص، نحطه ورا ظهرنا. لا، أنه بعد في سؤال عن البيان، بتتوقع التسوية رح يكون يشيلوا العبارتين، يكون بلا مقاومة وبلا إعلان بعبده، ولا بتتوقع أنه يلاقوا إخراج لفظي معين؟ أنا بعتقد لح بيلاقوا إخراج لفظي معين وينهوا الموضوع هون تنكفي المشوار. أنا بهمني ما بعد البيان. نعم. لكن موضوع سلاح حزب الله سوف يأتي يعني اليوم. في حكومة، نعم، خلينا نكفي تدريجيا. ايه، تنكفي تدريجيا. في حكومة لعب بيصير في بيان. تعبنا يا شيخ، نفسنا، الحالة ما بتحمل. طيب صار في بيان، خلاص رح نروح على الثقة، وبالثقة رح تاخد ثقة محترمة. أنا بعتقد المشكلة إنه مين بده يناقش مين، يعني وين في معارضة أصلاً. شو بدنا نناقش؟ بضل في كتلة البرلمانية للقوات اللبنانية، ممكن من حيث المبدأ لها تناقش حسية بالمعارضة، ما في عندها مواقف مبدئية، يمكن تناقش شيء ما بين الوزارة. بس خلص وصلنا لهون، وصلنا لهون، وعنا استحقاق اللي هو رئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية كمان مسموح ما يكون عندنا رئيس جمهورية؟ أنا بعتقد لا. لح بيصير في انتخابات رئيس الجمهورية، لكن المرحلة اللي عم تنعمل هلا مش أنت شوف كيف بدي ثبت ببين الوزارة، كيف بدي ثبت حالي بالحكومة. أنا هيدي بشوفها معركة تحضيرية لرئيس الجمهورية اللي في قناعة يمكن تتغير من هلا لوقتها، بس لحد يطلع فيني أقول لك في قناعة إنه ما في تمديد، ما في فراغ، في انتخابات رئيس الجمهورية. رح نفوت بهذا المحور بالتفصيل بعد شوي، نحكي عن الاستحقاق الرئاسي، وانطلاقا من حديث الرئيس سليمان أيضا امبارح، حيث فهم البعض إنه عم ينحكى عن تمديد أو لا. ولكن حضرتك كنت عم تقول قبل شوي إنه سيأتي اليوم الذي يبحث فيه موضوع سلاح حزب الله بالعمق. ما أنا كنت عم بقول لك كل شيء بوقته. هلا وقت إنه نخلص البيان الوزاري، نصوت على الساعة، نحكي انتخابات رئاسية. معناتها أنا بنظري بالوقت الحاضر ما في حكي بهذا الإطار. لا، ما في حكي عن سلاح حزب الله. طيب، بهذا الإطار ليش موقف التغيير والإصلاح لم يعد خلينا نقول بالحماس اللي كان فيها بالمرحلة السابقة؟ هل صحيح أنه صار فيه تفاهم ما بين الجنرال ميشيل عون
ودوت الرئيس الحريري بحيث انه فتحت صفحة جديدة فعلا بين الطرفين. نحن بتشرين 2013 عملنا خلوة ببيت مريم وكانت خلوة حلوة، حس حكينا شو بمواقفنا، شو سلبياتها شو إيجابياتها. ومن الخلوة أخذنا قرار إنه بحد الأدنى بدون ما تشط كتير عن المبادئ لازم الأسلوب والتعاطي على الأرض اللبنانية ومع المسؤولين اللبنانيين والسياسيين يتغير من اللي مثل ما كنا نعمل، خاصة إنه كان في جمود. يعني ما في مجلس نواب عم بيجتمع، مددوا لمجلس النواب، مددوا لعيد الجيش، إذا ما في حكومة ما في مجلس نواب يجتمع، يعني ما في حكومة، يعني ما كان في شيء إلا نحن بلكي إذا فينا نعمل خطوة نرجع نحرك الجمود. مع أنه نحن كنا ضد التمديد، دمجنا لما نضلنا ضد التمديد ضد التمديد ضد التمديد ضد التمديد، خلصنا عملنا وجبتنا، بدنا نشوف كيف بدنا نحرك الأمور. واتفقنا أنه نعمل اتصالات حوارية وخاصة مع اللي مختلفين معهم، حيث الحوار بيصير عادة مع اللي مختلف انت وياه تشوف اذا فيك تقرب وجهات النظر. بلشت القصة بالاشياء الحوارية انه حتى نشوف اذا فينا نمرق كم مشروع انهون، كم اقتراح انهون، نحرك شوي المجلس، نحرك اللجان، نحرك شيء، لكن شفنا كيف بدها تتطور الامور. أنا بعتقد أول لقاءات اللي عملناها مع الفئات بالبرلمان اللبناني كانت إيجابية، بمعنى عرفنا حكينا مع بعضنا، ما اتفقنا مع بعضنا بس عرفنا حكينا مع بعضنا. كل واحد كان عنده مواقفه، كل واحد عنده ممكن أقنعك بموضوع معين يا ملا، بس عرفنا حكينا مع بعضنا. ردة الفعل إجت إنه عرفنا حكينا مع بعض. الرأي العام تقبلها، انبسط. يعني بتشوف انه الرأي العام منفتح للحوار اكثر ما منفتح للخناق. بس هي برأيك هيدي القناة ذاتها يلي رجعت امنت التواصل مع تيار المستقبل؟ لا انا بلشت لك بالاول بالداخلي صار في شيء داخلي، بعدين صار في قناة تواصل بدها اكثر من هيك. يعني ما فيك تقول هيدي اللي وصلتني لهون. صارت الاجتماع بالبرلمان وكانت شكلية جدا لا مش شكلية، لا يمكن بالنسبة لك شكلية، وهيدي اللي بعدك مش عم تقتنع انه كان في خطوة داخلية انعملت بلا كانت مهمة، مش الأساسية، مش هي اللي لو ما تكفت ببعض الأشياء. اللي تكفى ببعض الأشياء انه وصلوا المسؤولين حسب ما فهمت انا لا شايفين انه الحالة على المهوار، يعني انه انا اذا بدي اطلع عليك المهوار وينه، والمهوار مش انا وحدي لحك بحالي بالمهوار، كلهم سوالح بينكبوا بالمهوار، لازم طريقة معينة انه يما منكفي مثل ما مكفيين ومنروح على المهوار، يما بدنا نشوف كيف بدنا. خاصة برجع بقول لك انه انت عم تلعب ضمن نظام داخلي معين، شروط لعبة معينة، اي شروط لعبة معينة ما فيك تشط عنا. وقت اللي وصلنا لهون ما في شك انه صار في قناة تواصل بنظري، ما بعرف مين يعني، بنظري شجعت وعند المونة تشجع. يعني بتصورك مين؟ ليك انا سالت السؤال مباشر، طما انه نلعب، سالت السؤال مباشر انه الاتصال مباشر، انه مثلا انا اخذت تليفون تلفنت لك قلت لك بدي اشوفك، كما كيف صارت كان في وسيط اللي قرب وجهه النظر، والوسيط عم بعطيك صفات وحس ما بعرف مين هو، انا ما بعرف يعني ما بدي اكذب عليك ما بعرف، بس صفاته انه يعني وسواسه انه في وسيط، يعني وصلت لنتيجه انه في وسيط. ايه في وسيط، وهالوسيط هيدا دولي ولا كمان معرفة؟ هالوسيط رح بعطيك انا البروفيل تبعه نشوف بعدين استنتج. ما بقى اللي بعرفه رح بخبرك ايه. الوسيط بيمون على العماد عون على بعض الاشياء عند العماد عون، وبيمون على بعض الاشياء
عند الرئيس الحريري سمح لنفسه يقرب بعض الاشياء ويعمل لينك، يعمل الربط بين الاثنين. نحن بالنتيجة إذا بدك نحن بوقتها ما كان عندنا كل هالمعلومات. نحن حتى وقت اللي راح سافر العماد هون على إيطاليا ظلت السفرة سرية وحقيقة سرية، ما عرفنا شو تفاصيلها للقصة، غير بعدين تلمحوا لها وبعدين اعترفوا اثنين انه نعم التقوا مع بعضهم. طرحتوا الموضوع باجتماع التكتل؟ نعم. شو كان الجواب؟ كان الجواب انه انا رحت حابب انه ما تكون علنية، رحت لوحدي ما اخذت حدا معي تقدر اتصرف مثل ما بدي، بالوقت الحاضر رح بخلي كل شيء سري حتى انتم ما رح تطلعوا عليهم غير بوقتها. وظلت سرية القصة بينت بعدين. هلأ وقت اللي بينت في وقع يعني اثنيناتهم أقروا بدنا نعرف شو صار، انه نحن مزبوط انه ما دام صارت هيدي علانية عمتين ترم نعرف شو صار، مش بدنا نعرف شو صار، عمتين ترم نعرف شو صار. حلو التواضع. نعم ايه ما بدك لا حطنا بالجو انه كان اللقاء جيد وفي قناعة انه حيث اكيد صار في شرخ كبير بين من 2005 لهلا بين العماد عون والرئيس الحريري، تحسن الثقة بين الشخصين تحسنت واتفقوا انه يشوفوا شو بدهم يسهلوا بإعادة عمل المؤسسات. واحد قصة الحكومة، اثنين انا بعتقد البيان الوزاري رح بيكون ضمن هالاتفاق هيدا انه بالنتيجة بدنا نوصل لتوافق، واتفقوا انه تصير الانتخابات الرئاسية بوقتها بدون ما يتطرقوا للانتخابات الرئاسية. يعني هلا برأيك مثلا الإبراء المستحيل وكل هذه الملفات هلا بتختفي عن السطح؟ ما تنسى انه مش انا عم بقولها، يعني حتى الميدان عم بقولها بهيك خطوة كل فريق عنده خسران بقلب فريقه. نعم بس انه هلا كله بده يسحبه هودي، يعني مثل ما سحب الدفتر الاورنج تبع 2005 مش بس دفتر هلا بنسحب دفتر الابيض وحتى عن تيار المستقبل دفتر الازرق انسحب كله بده ينسحب. عم تشتغل سياسة انت، مش عم تعمل جمعية خيرية وتناطر العجوبة او مبادئ في اخذوا عطا ومصالح، بتريد بتكفي ما بتريد ما بتكفي، يعني ما فيك تضلك جامد انه قلت عني هيك لكن خلاص هيدي على الابد الابدين. لا، في تحرك معين، ديناميكيه معينه، وهالديناميكيه بعتقد انه ممكن تكون مفيده للبلد وانا بحبزها. يعني مني شو برايك ممكن توصل له هذه عمليات التقارب؟ عليه انه يصير في انتخابات ديمقراطيه لرئيس الجمهوريه. برأيك يمكن أن تؤدي إلى ذلك؟ ليك أنا هلأ أنا حاسس حالي أنه العامل الداخلي بانتخابات رئيسة الجمهورية عم يصغر عم بيكبر داخلي. العامل الداخلي بانتخابات رئيسة الجمهورية أكثر من عادة. العامل يعني الداخلي معناتها بدك تعمل توافق، العامل الخارجي بيفرض التوافق. صحيح صحيح. يعني عم يكبر العمل الداخلي، يعني انت لازم تعمل شيء تتحلحل بعض الاشياء، مش تنطر انه ينفرض عليك شغله، حيث اذا انفرض عليك شغله خلاص بتنفرض عليك. بس عندنا مجال نشتغل داخليا، والعامل الداخلي بالوقت الحاضر عنده مجال للحراك تنقدر نستفيد ب اشياء سياسيه ديمقراطيه. بحسب خبرتك السياسيه ممكن العامل الداخلي شي مرة يؤدي إلى تفاهم على رئاسة الجمهورية؟ لوحده لا أكيد لا. بس أنا بعطيك مثل بسيط بخبرتي صغيرة، يعني منا كبيرة خبرتي برئاسة الجمهورية، إلا إذا بدي أتعلم من الماضي
من زمان لهلا من الايام الكتلويه. ايه صحيح، يعني كل يوم النيمه ريمو ادي رئيس جمهوريه نوعا رئيس سابع للجمهوريه مرشح لرئيس الجمهوريه. قبل ما ناخذ الفاصل نرجع نكمل، كان يقال عن الرئيس حلو انه مشكله ريمو ادي انه يتصرف كرئيس سابق للجمهوريه دائما. حكيم نتوقف مع فاصل اعلاني، نرجع من بعده منكمل بموضوع المصارحه والمصالحه. هل يمكن ان تؤدي الى دعم تيار المستقبل لترشيح العماد ميشيل عون ونفتح نافذه على الواقع الاقليمي؟ مع الدكتور سليم سلهب بعد الفاصل. عودة مشاهدي ام تي في لهذا الحوار ضمن بيروت اليوم. ضيفنا الدكتور سليم سلهب النائب في تكتل التغيير والإصلاح والكتلوي سابقا. دكتور نذكر للذاكرة بعدك ذاكر أول شيء؟ بعد ما نشفنا دكتور، إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا الأمر، أي أمر التوافق والتقارب العوني المستقبلي على مستوى التفاهم على رئاسة الجمهورية؟ هل ترى مستبعدا أن يدعم تيار المستقبل العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية بالوقت الحاضر؟ نعم، أنه نقدر نوصل لدعم من تيار المستقبل للجنرال عون بده شغل كتير تنوصل له، مني شايفة بهالسهولة. هلأ التفاهم ما في شك أنه رح يوصل لأنه نتفاهم تنعمل انتخابات رئيس الجمهورية. أنا بعتقد هيدي صار فيه وصلنا لها للقصة، بس وصلنا انه تيار المستقبل يدعم العماد عون لرئيس الجمهورية. لا، المعلومات اللي عندي ما بتقول هيك انه وصلنا لهالشغلة. بده ينشغل عليها، لازم ينشغل عليها، ما في شك. من المستحسن انه يصير في تقارب، ما في شك. حسوب صار في تقارب بدون ما نوصل لرئيس الجمهورية. انا بعتقد انه التقارب مفيد، والعماد عون قال انه إذا فينا نوصل لتفاهم مع تيار المستقبل هو خير لمستقبل البلد أحسن من أن يكون فيه. بس دكتور، يعني حضرتك أمضيت بتكتل التغيير والإصلاح على مقربة من الجنرال عون، على الأقل صاروا 9 سنين صحيح بشكل يومي. هل تعتبر أنه هل يمكن أن ما يغري الجنرال عون في تقارب مع أي طرف غير رئاسة الجمهورية؟ أي مثلا، اي انا ولماذا لم يرى هذا العامل سابقا؟ رح بقول لك، ما حس مش عم تعرف تقراه. علمني. رح بوضح لك. الجنرال عون رجل مناور سياسي اولي، يعني مش انه يا هي ما ماشي. وليش ما عمل قبل لك يعني؟ خليني كفي لك، رح كفي لك. والمشكله انه اذا عمل شيء أو منحوس إنه عم بيتقرب وعم بيعمل وعم يسوي، نفتح السجلات الماضية، ما لازم يتقرب وما لازم يعمل وما لازم يسوي. دايما لو هيدا اللي خليه يوصل على عدة مراحل بعدة أشياء، بتقول رايح على آخر طريق، ما بيوصل آخر طريق إذا شاف في موار، عنده فريمات، عنده تطلعات وعنده أساليب يقدر يطلع ويعطيك خيارات. هلأ إذا بنرجع لل 2009، بال 2009 صار في اتفاق الدوحة اللي خلينا نوصل لانتخابات رئيس الجمهورية. 2008 صار في توافق. القصة كلها صارت هونيك، مش وقت الانتخابات وكيف صارت الانتخابات وكيف صارت هون. اللي أخذنا وعطينا وأخذنا وعطينا، كنا بالدوحة درنا أخذنا قد ما فينا، إيه أخذنا قد ما بدنا. لا، وبعدين منا من النوع إنه يا منأخذ كل شيء يا ما منأخذ شيء. أنا بعتقد الفرق هلأ الداخلي عم بقول لك، الفرق بين هالمرحلة ومرحلة 2008. بال 2008 أنا بحب ذكرك إنه بلشنا نحط فيتويات علنية، مين ما بدكم بس مش ميشيل عون.
ايه مين ما بدكم، بس مش لازم يفكر برئاسة الجمهورية، مثل كأنه عمل اللي عم بيفكر فيه انه يترشح على رئاسة الجمهورية شغلة غير منطقية، شغلة غير واقعية. هلأ اذا بتشوف انه العماد معاونه مرشح، ايه ممكن، ايه ليش لا، مش معناتها وصلنا. بس معناتها يعني شو اللي نقال تحديد؟ يعني هل في برأيك طبخة تسوي صفقة، وعود، تعهدات؟ ما بعتقد، انا ما بعتقد هيك. يعني ما مشكلتنا انه معك حق، مشكلتنا انه بالسوابق بالماضي تتعلم انه في شيء بيصير وبعدين ببين. مني حاسس انا بالوقت الحاضر انه صاير شيء خالص تنفذ بعدين. بس عندك انت بحسب خبرتك انه هيك بلحظه من اللحظات بيقشط الوحي. الوحي خارجي ساعتها. بس انا عم نحكي انه الوحي داخلي، انه هيك بيرجع الناس لرأي لا ولا لازم ندعم الجنرال ميشيل هون. لا 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 لا، اذا بدك تحكي انتخابات رئيس الجمهوريه، في عندك العامل الداخلي كان خلينا نقول 10% صار 20%، بس العامل الاقليمي والخارجي والدولي 80% اللي بيلعب دور. يعني انا ماني شايف، وخليني اكون واضح، انه السعودية ما بدها تعطي رأيها، ماني شايف انه ايران ما بدها تعطي رأيها، ماني شايف انه اذا بعد في سوريا ما تعطي رأيها، ماني شايف انه امريكا ما تعطي رأيها، والله يستر ما تدخل على الخط هلأنية روسيا. ايه بس في عنا مارج نقدر نتحرك نحن داخليا اكثر من الماضي، لازم نستفيد من هالظرف. خلينا ناخذ من جريدة لواء سر حول انتخابات رئاسة الجمهورية قبل ما نروح على وقفة الصحافة العربية ونفتح نافذة على الواقع الإقليمي. اخترنا دكتور من صحيفة اللواء يتردد أن قطبا مارونيا في 8 أدار تلقى تشجيعا من سفير دولة كبرى لتسويقه لدى إدارته للرئاسة الأولى. مش ميشيل عون، عم نحكي سفير دولة كبرى، عم نشوف غدوات، عم نشوف عشوات. مش ميشيل عون. مين بعد فيه بثمانية أدار قطبا؟ يعني السفير ياخذ على عاتقه تسويقه. هيدي الفوبيا، هيدي بسموها الفوبيا، انه على كثر ما عطلانين شو عم بيعمل، شو ممكن يكون عم بيعمل، لا كيف ممكن يوصل رئيس جمهوريه حتى نسكر عليه من كل الجهات. هلا انت بتشوف منطقي انه سفير دوله كبرى يقول له للجنرال عون اتكل علي انا لحب سوقك عندي ببلدي. مش ضروري يقولوا اياها للجنرال ميشيل عون، بس بيروح بيكون عم بيعمل زيارات مكوكيه بين لبنان والسعوديه، بين لبنان وفرنسا، بين لكن ولا ما شفتهم هودي. خليني لحكي لحب، خلينا نفوت بالموضوع عن السفير الامريكاني. السفير الامريكاني ناشط هون ما في شك، بس انت بنظرك السفير الامريكاني ناشط تيشوف اذا بده يركب فلان لفلاني رئيس جمهورية؟ السفير الامريكاني بده يمشي سياسة امريكا. هي بركي سياسة امريكا طبخينا، بده يمشي سياسة ومصالح الحكومة الامريكانية. اذا سياسة المصالح الحكومة الامريكانية بتقتضي هيك، بتزبط. بس هو يروح يقنع الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية بشغلة هن مش ماشيين فيها، أنا بشوفها صعبة. طيب خليني انهي هذا المحور بسؤال واضح وصريح، ما هي حظوظ بالمئة حظوظ العماد ميشيل عون للوصول إلى رئاسة الجمهورية اليوم؟ أحسن من بدايته بال2008. يعني قديش حضرت؟ هلأ قديش كانت بال2008 صفر. بالبداية هلأ عني شايفين حالنا مقلعين، وأنا من النوع اللي حقيقة مني بالعكس شايف أنه لازم نحكي بترشيح العماد عون لرئيسة الجمهورية. عندنا حزوز داخليا، عندنا شيء معين لازم ينعمل،
وبعتقد انه ماشيين لحديت هلا نيه مزبوط. في اكيد لازم ينعمل اتصالات خارجيه تتكمل العيشه الداخليه، بس حزوزه بالوقت الحاضر بعد بدها شغل، بس احسن بكثير من الاول، وبعتقد من المرشحين الجديين. في الاول ابرز برايك اكثر حظوظ هو اليوم بالوقت الحاضر؟ بعتقد هو اللي لازم يخبطوه، يعني حس انه من الحظوظ القويه. سؤال اخير، هل البكركي دور في هذا الاستحقاق؟ صحيح، ما في شك الى دور، الدور والاسلوب غبطة البطرك الحالي رح بيكون مختلف عن دور واسلوب غبطة البطرك السابق. عم بيتعاطى بالتوافق، عم بيتعاطى بدون ما يدخل بالاسامي كثير، عم بيتعاطى ببعض المبادئ العامه، عم بيعطي بروفيلات معين، بس ما في شك انه له راي بالموضوع وله تمني، اكثر من راي له تمني بهالموضوع، بدون ما يكون رأيه ملزم. انه ملزم ولا ملزم؟ ملزم. نعم. طيب سؤال، اذا طلبكم تنزلوا على البرلمان يعني مثل ما كانت صارت مرة الماضية، انه ما لازم حدا يقاطع، نحكى الموضوع وتعهدتوا تنزلوا، حتى نحكى بهالموضوع وحكينا مع غبطة البطرك، وبعتقد انه في تفاهم على الموضوع. طيب حتى لو ما كنتوا واثقين مين هو رئيس الجمهورية، هالمرة نزلين على البرلمان ولا بدكم تتأكدوا قبل تعمل توافق عليه؟ لا ليك، ممكن أنا هلأ بتمني شايف، أنا ممكن يكون في مرشحين، شايف فيه مرشحين، ممكن إيه. مش إنه هيدا هو وخلص مرشحين. هلأ بكير هيك عندك مرحلة تحضر حالك لمرشحين. خلينا نختم الحلقة بمقتطف من الصحافة العربية. كتب عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط: من سيسقط في عام سوريا الرابع؟ ومما جاء في المقالة السؤال: مع دخول الثورة السورية عامها الرابع، هل سيحسم فيه مصير النظام بالخروج، أم سيتمكن أخيرا من القضاء على المعارضة وتركيع الغالبية الثائرة عليه؟ الكم الهائل من المعارك اليومية في أنحاء سوريا يبين بشكل أكيد أن 3 سنوات لم تنجح في قمع الشعب السوري رغم ما أوتي النظام من قوة ودعم. قبل 2 سنوات كان الرئيس بشار الأسد يحاول شراء بضعة أسابيع من أجل السيطرة على البؤر المتمردة عليه، وفي مطلع العام الماضي كان قد وافق مبدئيا على التفاوض على نظام جديد من أجل أن يشتري المزيد من الوقت. ثم في مذبحة غاز السارين في غوطة دمشق سارع بضمان من روسيا وإيران لتقديم عرض بالتخلص من أهم أسلحته أي الكيماوية، يقوم أيضا على منع التدخل الأمريكي ضده وشراء المزيد من الوقت لحسم المعركة لصالحه. هل ترى أنه حيكون العام الرابع حدا من الفرقاء قادر يحسم؟ شوف، بلشت أنا ماني موافق 100% على النقال، يعني بلشت القصة بالأول، وكان الرئيس الأسد ما في شك بخانة مقعوم فيها، هلا أني على الأرض أريح له شوي. واثنين، كنا عم نطالب سياسيا أنه بتغيير النظام ينعمل حكومة انتقالية ومن ثم انتخابات رئيس الجمهورية. هلأ أني نسينا الحكومة الانتقالية، نسينا تغيير النظام، أهم شيء ما يترشح الرئيس الأسد. عندك استحقاق بتموز، إذا الرئيس الأسد رجع ترشح بتموز، أما ما يترشح بتموز معناتها بعد في أخذ وعطى سياسي كتير وعسكري وأمني كتير. ماني متأمل للأسف، يعني حس أنا بنظري كل ما بيعجل الحل السياسي بسوريا كل ما بنرتاح نحن بلبنان، بس للأسف ماني شايف بالوقت الحاضر إنه في حل سياسي قريب بسوريا تقول إنه هلأ إني ميلي القصة هيك، يما بعدها أخذوا عطا ومد وجزر، والله يساعد الشعب السوري وبالتالي الشعب اللبناني كمان. ايه اكيد، حس عم بقول لك كل الارتدادات علينا. دكتور سليم سلهب، النائب في تكتل التغيير والاصلاح، شكرا لحضورك معنا اليوم.
مشاهدينا نشكركم للمتابعة، وتذكير أنه بإمكانكم تتابعوا آخر الأخبار عبر صفحتنا MTV Lebanon News على موقع تويتر و MTV Lebanon News على موقع فيسبوك وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا وإلى اللقاء.